وقال بيقول how high can a man throw a ball if he can throw it with initial velocity 8 meter per second. يعني في عندنا شخص هنا اهو هيرمي كرة، الكرة دي هتطلع لفوق وهيقدر يزقها او يبعتها لفوق ب 8 متر بير سكند. طبعا هتطلع لغاية ما تقف. لما تقف بيقول هاو هاي قد ايه تقدر تطلع، فاللي فوق بكام؟ الفي النهائية بكام؟ بصفر. امال دي كانت الفي الابتدائية اللي هي الفي نوت. طيب يبقى عندنا النوت وعندنا الفي، وطبعا ده فري فلينج، يعني الاكسلريشن بكام؟ بماينس 9.8 او 10 متر بير سكند سكوير حسب ما مديني كفر بيج بتاع الامتحان. هو بيسالني على دلوقتي، بيسالني على الارتفاع ده كام؟ هنا لغايه هنا، الحته دي كام؟ الاتش دي كام؟ اللي هي في قانون بتكون دلتا واي يعني. طيب قانوننا ايه؟ قانوننا طبعا احنا عندنا الفي الابتدائيه والفي النهائيه والاكسليشن، يبقى افضل مفيش زمن خالص. القانون الاولاني زمن، الثالث والرابع في ازمنه، يبقى احنا القانون الثاني بس اللي خالي من الزمن، مش طالب زمن ولا معطيني اياه. يبقى الفي النهائي سكويرد بتساوي الفي الانيشال سكويرد زائد 2 اكسلريشن في الدلتا واي الاتش اللي هو اللي هي طالبها نفسها. طيب لما يطلع فوق خالص هيوقف، بدأ باللي يقدر عليه اللي هو 8 سكوير 8 ونربعها، الاكسلريشن طالع لفوق فماينس 10. المجهول ايه؟ المجهول الدلتا واي، لان الدلتا واي اللي هي الاتش يعني بتساوي دول 20 من هنا ودي 64 على 20 32 على 10 تبقى 3.2. Speed boat increases its speed uniformly from 20 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds. في البارت ايه بيقول لي find the magnitude of its acceleration. عندنا سرعة ابتدائية والنهائية والزمن. القانون الأولاني يقول إن السرعة النهائية بتساوي الـ زائد الـ إيه؟ في الـ T. الـ 30 هتساوي 20 زائد الـ A ضرب 5. معنى كده إن الـ A هتساوي 10 على 5 2 متر على السكند سكوير. في البارت B بيقول لي how far، يعني إيه المسافة، does the boat travel during this time. عايز المسافة، واحنا عندنا السرعة الابتدائية والنهائية وزمن، يبقى الرابع حل البي الابتدائي مع البي النهائي على 2 في زمن. البي الابتدائي 20، النهائي 30، 50 على 2 يبقى 25، ده الأبج في الخمسة 125 متر. من جون 2012 لقينا from the figure find the magnitude and direction of C where C بتساوي A plus B. برضه سؤال تقليدي، ال AX بتساوي كلها في اتجاه ال X يبقى 20 بينما ال AY بتساوي 0. ال VX دي 120 استخدمها على طول مع اتجاه الموجة المحور ال X، هقول 70 كوساين 120 ولازم تطلع سالب من نفسها، 70 كوساين 120 طالما مديني الزاوية مع محور الاكس استخدمها على طول كوساين. البي واي بتساوي 70 ساين 120 ولازم طبعا دي تطلع موجب ان فوق ستين بوينت ست. طيب هو عايز السي بتساوي A بلس B، أجمع الاتنين يعني خلينا نقول 20 وسالب AX زائد BX، وبالتالي بتساوي سالب 15، والسي واي مجموع الاتنين دول اللي هو AY زائد BY وبالتالي بتساوي الجواب ان ده بصفر 60.6. هو عايز الماجنتيود والدايركشن، يبقى السي بتساوي
الجذر التربيع ل سي اكس تربيع زائد سي واي تربيع هتساوي تربيع زائد 15 تربيع جذر انصر. فطلع الجواب 62.4 تمام. 62.4. طيب يبقى كده احنا عرفنا جبنا الـ X والـ Y نفس أسلوب الحل التقليدي، وجبنا الـ BX والـ BY جمعنا الاتنين دول سالب 15، جمعنا دول الاتنين دول 60، حطيناهم تحت الجذر طلع الماجنتيود. الزاوية بقى عندنا موجب سالب مع موجب، سالب 15 وموجب 60 اهي. يبقى ادي الزاوية بتاعتي كده. تعالوا نقول بقى الثيتا بتساوي 180 ناقص الزاوية دي، بقول 180 ناقص تان انفرس للواي على الاكس بدون اشارات، تطلع الزاوية 180 ناقص شيفت تان 60.6 تقسيم 15، طلع الجواب 104 درجة. يبقى برضو السؤال كان تقليدي، اغلب اسئلة شابتر 3 نفس الاسلوب، اجيب الكومبوننتس على كل فيكتور، اطبق المعادلة اللي مديها لي، اجيب الماجنتيود، اجيب الزاوية. First بيقول in the figure shown below the incline is frictionless and the mass m falls with acceleration 4. هنا نزل بأكسلريشن كده 4 مش مدهاني الاف 10 ام، وهنا طبعا هيبقى 20 ساين ثيتا، وهنا 20 كوساين ثيتا اللي هي ام جي، وهنا الان. طيب بيقول ايه تنشن ان ذا كورد كونكتنج ذا تو ماسز از تي بتساوي 60، يعني هنا عندنا 16 نيوتن، نفس الشيء هنا 16 نيوتن. الانكلاين فريكشن لسه مفيش فريكشن، دول مش لازم يعني. طيب انا عندي التي، فلو بس هنا هجيب مين؟ الاجريشن مش مدهاني ولا مدهاني؟ مدهاني ب 4 اه، بس مش مديني الثيتا. لو درست اجيب الثيتا، ولو درست هنا اجيب الام، ماشي. يبقى مطلوب ايه ومطلوب دي، طالما مديني تنشن يبقى يفضل ادرس هنا مره وهنا مره. ليه؟ لان هستفيد من قيمه التنشن اللي هو مدهاني. طيب يلا ندرس، نقول او عايز اول حاجه الثيتا، يبقى اقول سيجما اف يساوي ام اي وطالع لفوق، يبقى عندنا 16 شيل منها 20 ساين ثيتا يديني الاثنين في الاكسلريشن اللي هي باربعة. اذا الثيتا بتساوي يبقى انا الحسبة ايه 16 ناقص 20 ساين اكس الفا يساوي 8، اقول له شيفت كالك حل، فطلعت الزاوية 23.3 24 درجة. طيب طالب الماس ام، يبقى ادرس الصوب ده، اقول سيجما الاف يساوي ام ونازل لتحت، ال 10 ام ناقص 16 يساوي الام في الاكسلريشن اللي هي ب 4. اذا الام كذا كيلو جرام، فاقول برضو 10 الفا اكس ناقص 16 الفا يساوي 4 الفا اكس، قول شيفت كالك الام يطلع حوالي كام؟ زي مثلا دي 2 كيلو جرام تقريبا كده، تطلع 2.67
يبقى كده برضو خلصنا السؤال زي ما احنا شايفين. احنا هما ما عندناش غير معادله سيجما الاف تساوي ام ايه، طبق على ده على ده على ستيم ككل، اما سيجما الاف واي ان تساوي ام جي كوساين، مفيش غير كده. بيقول two blocks are placed on the top of the other as shown. يبقى في two boxes فوق اتنين فوق تلاتة. A force F applied to the lower block if coefficients of friction between the lower block اللي هو ده 3 كيلوغرام and the surface are. الميو static لو ما اتحركش استخدم الميو اس، لو اتحرك استخدم الميو كايناتيك. يبقى المثال تستخدم في حاله عدم الحركه والميو بتستخدم في حاله الحركه. طب السؤال الاولاني بيقول ايه؟ او المطلوب الاولاني بيقول what value of f is needed to put the block into motion عشان الجسم يتحرك. احنا عندنا ايه؟ ميو ان. طيب هو ال ان بتساوي كام؟ هنا ال ام جي. طب مجموع الماسس 5 يبقى ال ان بتساوي 50 نيوتن مع بعض يعني. طيب وهنا الميو ان تبقى هنا احسن، ادي الميو ان وهنا ليها خلاص الام جي اهي ده حلو. طيب دلوقتي المطلوب مننا نحسب الفورس اللي تخليه يتحرك، يعني ايه الفورس يتغلب على الميو. لو ما فيش حركه هقول سيجما الفورس الاول تساوي صفر، ما فيش حركه ما فيش حركه بستخدم ميو اس، يبقى هقول الاف ماينس الميو اس في الان تساوي صفر. اذا الاف تساوي الميو اس بنص والان ب 50 يساوي 25 نيوتن. يبقى دي الفورس اللازمه عشان الجسم يبدا يتحرك. اذا اتحرك استخدم ميو كي اللي هي مداني دي، اذا اتحرك ساعتها الفريكشن يقل شويه لان هيبقى ربع في 50، بس اذا اتحرك، اذا ما اتحركش لا تفضل الاف ار تقاوم لغايه ما توصل ل 25 بعدين تنهار. يبقى الفورس مش هتقدر تحرك الجسم الا اذا غلبت على الاستاتيك فريكشن اللي هو ايه؟ اللي هو ب 25. يبقى الاف ستاتيك او الاف ار الفورس اللي تتغلب على الاستاتيك فريكشن بتساوي 25 نيوتن. والفريكشن شغال معانا لغايه 25، اول ما يصير 25 يبدا الجسم يتحرك، الفريكشن ينهار للنص على طول لان ده نص ده. طيب في المطلوب بي بيقول لي اف الفورس تساوي 20 نيوتن. طيب 20 نيوتن يعني اقل من ده. بيقول وات ذا ماجنيتيود اوف ذا فريكشنال فورس قد ايه؟ دلوقتي لو الفورس دي 10 يبقى الاف ار بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له اتجاه. طيب الفورس ب 10 الاف ار ب 10، الفورس ب 15 الاف ار ب 15، الفورس ب 20 الاف ار ب 20، يعني الاف ار تساوي اف تساوي 20 نيوتن لغايه دلوقتي حلوين. طيب الاف ب 24.9 الاف ار ب 24.9، اول ما الاف تصير 25 يبدا الجسم يتحرك. اذا اتحرك الجسم ساعتها على طول الفريكشن يساوي ايه؟ يساوي ربع في 50 يساوي 12.5، يقل على طول للنص طبقا للقيم اللي عندنا دي. طالما ان الفورس ب 20 يفضل الفريكشن 20 لغايه ما الجسم يتحرك، بعد ما توصل 25 نبدا نستخدم